فاكروا اللي حصل الاسبوع اللي فات، انه في قرار من رئيس ديوان رئيس الجمهوريه انه مدخل مترو اللوزة اللي هو اللي بيخش جوه قلب مصر الجديده يتشال ويتوسع الشارع ويتعمل مكانه شجر ملوكي اللي هيموت كمان اسبوعين. القرار ده كان غير مجهول، لان احنا كان بقالنا 4 سنين بنتكلم مع الرئاسه نفسها ووزاره النقل وهيئه الانفاق ومحافظه القاهره ان احنا نجدد مترو عبد العزيز فهمي ومترو اللوزة لسببين. لسبب الاول، مترو عبد العزيز فهمي هيشيل الاحمال عن الخط الاول بتاع مترو الانفاق، ومترو اللوزة هو اللي بيعدي جوه قلب مصر الجديده. وصلنا ان احنا قدرنا نتوصل للقروض ب 330 مليون يورو من جهاز المعونه الفرنسي والبنك الاوروبي، اللي مضاهم سياده الرئيس 80 مليون يورو مع الرئيس الفرنساوي الدكتوره سحر نصر، مضت 250 مليون يورو في بنك الاي بي ار دي البنك الاوروبي، وادونا منحه ب 60 مليون جنيه لدراسه اعاده استغلال المترو او دراسه جدوى الاقتصاديه للمترو. ليه احنا بنطالب انه المترو؟ كنا بنطالب ان المترو يرجع لانه المترو هو انسب وسيله تنقل عام او وسيله مواصلات اقتصاديه، ان هي ارخص من مترو انفاق 20 مره، بينقلنا لنا جوه المنطقه الواحده، مترو انفاق بيجيب لنا من المنطقه بره مصر الجديده لجوه مصر الجديده، من جوه مصر الجديده لمنطقه بره، فهو استعمال مختلف لوسيله نقل مختلفه، لما يخشوا مع بعض في شبكه هو ده احسن حاجه. اللي حصل من 10 ايام كان غير مفهوم، انه القرار اتاخد انه مدخل مترو اللوزة يتشال، رغم ان كنا بنحاول نحافظ على خطوط السير. المسار بتاع المترو هو اغلى حاجه في المترو نفسه، مش فارق معانا القضبان ولا اي حاجه، لان القضبان كلها لازم تتغير، لازم يعيد تجديد المترو كامل، مش عايزين ناخد المترو الحالي، عايزين نجدد المترو تماما بعربيات جديده باتجاه تام جديد، بمترو نضيف بيجي في مواعيده والكلام ده كله. مش فاهمين القرار ده اتاخد ليه، ومفيش اي سبب لمده ساعه وربع مع سياده رئيس ديوان ما كانش قادر يشرح سبب مقنع واحد ليه المترو اتشال في مدخل مترو اللوزة، غير انه المترو بطل يستغل فليه ما نوسعش الشارع. وشرحنا له انه كان في مشروع واضح انه تجديد الخط من رمسيس ل 1000 مسكن في الخط واحد اللي هو عبد العزيز فهمي، ده هو بيقول انه هيكمل، بس احنا عايزين كمان مترو اللوزة اللي هو بيخش جوه قلب مصر الجديده. الفكره كلها اتكلمنا مع رئاسه الجمهوريه في قصه مع سياده رئيس الديوان اللي هو اتشال بعديها بثلاث ايام، بس كنا وصلنا لاتفاقات واضحه. واحد، انه لما هيتم توسيع شارع الاهرام والمرغني في المنطقه اللي كان فيها مدخل مترو اللوزة هيتساب الجنينه الوسطى ب 9 ل 10 متر، عشان لو عايزين لما نوصل لان المشروع يرجع يكمل بتاع تجديد مترو مصر الجديده، انه يبقى المسار ما اتاخدش وما نقدرش، انه تضييق الشارع تاني صعب جدا.